السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. بمناسبة شهر كريم المعظم، شهر رمضان الكريم المعظم، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. يا جماعة يجب علينا الاستغفار وكثرة الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واكثروا من الذكر في شهر رمضان، لأن ده شهر كريم، شهر معظم، يعني ربنا اللي حيجازه في الآخر على الشهر ده. الواحد يبعد عن الغيبة، ويبعد عن النميمة، يبعد عن يعني أخطاء اللسان، ما يتكلمش في سيرة حد أو يقول ده كذا أو كويس أو وحش، فيقول له إيه غيبة ونميمة. يعني ممكن كلمة تضيع عليك يوم، أنت لما يكون أنت صايم مثلا شهر رمضان تجي تقول كلمة على واحد، ممكن الكلمة دي يعني تجرح الصيام أو تفطرك. وأهم حاجة يا جماعة الواحد يركز عليها صلة الرحم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأهم حاجة يا جماعة الواحد يركز عليها صلة الرحم. يعني كنت مخاصم أخوك، مخاصم أختك، روح يا عم قول له كل سنة وأنتم طيبين يا عم، هتكسب أجر، أجر أكبر. جارك مخاصمه ومخاصبك يا عم، قول له كل سنة وأنت طيب يا عمي، إحنا مش ضامنين نعيش لبكرة، مش ضامنين نجيبوا نعيش رمضان الجاي أو كذا، فلازم يبقى فيه تطيب خاطر. وكل سنة وأنتم طيبين يا رب دائما، وإن شاء الله رمضان يجعل لنا الخير واليمن والبركات والصحة جيدة وزيادة في الإيمان. والله يا جماعة في الأول والآخر الواحد يقول اللهم أحسن ختامنا إن شاء الله رب العالمين، لأن حسن الختام دي نعمة من عند ربنا سبحانه الله وتعالى. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.